وجي امين محافظه الجيزه وعضو الهيئه العليا بحزب مصر القويه. هو مش تحول ولا حاجه، احنا زي ما الاستاذ احمد سالم الامين العام قال في البيان ان احنا مع اي استحقاق يدعو المصريين الى التصويت والذهاب الى الصندوق. ولكن اللي لما انا بانزل بشكل قانوني في امر قانوني ان انا بدعو المواطنين للتصويت بلا، لان انا معترض على هذا الامر وده حقي، أفاجأ إن أنا بواجه بآلة قمعية اللي هي الأمن واعتقالات وتحويل للنيابة وممارسات بلطجة من وزارة الداخلية ضدي عشان أنا بقول لأ، فده أمر يدعوني لمراجعة نفسي مرة أخرى ومراجعة الأمر بشكل كامل. تعامل الإعلام، تعامل الإعلام الرسمي والخاص معانا كان تعامل في منتهى السوء. أنا عايز أقول لحضرتك نحن لم نستدعى نهائيا من الإعلام المصري الرسمي، مع أن إحنا حزب سياسي، حزب سياسي رسمي ومشهر، والمفروض أن إحنا مش بنقول حاجة غلط، ده إحنا بنقول لأ. واحد معترض على الدستور هيقول لأ، فمن حق أن أنا أقول وجهة نظري. أنا بقول لأ ليه؟ لأ، ده هي الدستور موجه ناحية خانة واحدة بس، هي نعم فقط، والثانية كلبشات زي ما حضرتك شفت. فأنا النهاردة كان لي حق أن أنا أراجع نفسي وأقول لا، أنا رافض أن أنا أشارك في هذا الأمر، وأن أنا بنسحب من هذه العملية اللي أنا بسميها اللي هي عملية ديكورية. ديكور هذا الاستفتاء هو عبارة عن ديكور فقط. لا، أنا شايف الموضوع كله في برواز واحد، ربط الموضوع الاستفتاء بنعم. المجموعة اللي بتدعو الاستفتاء في نعم هي المجموعة التي تدفع السيسي أن هو يترشح للرئاسة. هذه كلها عملية ليست في صالح هذا الوطن. كل اللي بيحدث ده هو ضد هذا الوطن. النفخ في النار في هذه المرحلة ضد استقرار البلد. الآلة الإعلامية سواء التلفزيون الرسمي أو التلفزيون الغير رسمي، القنوات المملوكة رجال أعلام، بينفخوا في النار. تهيج المصريين على بعض مش في صالح العملية السياسية النهائية. اللي يحدث، ما يحدث الآن في الإعلام الخاص، وأنا بخص الإعلام الخاص، هي عملية تهيج المصريين على بعضهم البعض في صالح مين أنا لا أعلم. يعني إحنا استمرار حالة الغليان وحالة تفوير الناس على بعض هو استمرار للعنف واستمرار لمسألة عدم استقرار هذا الوطن. ده اللي أنا أراه.